طيب خلينا نكمل بال الفاينل روتيشن ماتريكس. هاي اخر شيء تقريبا عم نكمل بالاورينتيشن وال فاينل روتيشن ماتريكس. هلا بتتذكروا حكينا اذا عندي فيكست روتيشن حوالين اكس واي زد fixed rotation حوالين الاكسس x y z الزوايا جاما بيتا الفا فهي مساويه للاويلر rotation حوالين z y x بالفا بيتا جاما. فالالفا بترجع على z والبيتا بترجع على y والجاما بترجع على x. هذول الاثنين متساويين، يعني نفس بحققوا نفس الشيء تماما. طبعا اذا انا عكست هلا هون، لان في حد سال لي اذا عكست وعملت هون زد واي اكس بعمل هون اكس واي زد. يعني ما بأثر شو ما بدك سميه، سميه الفريم هذا. هون حبيت تعمل واي اكس زد بتصير زد اكس واي وهكذا. ايش الترتيب اللي انعمل هون؟ بنعكس هذا الترتيب هنا. راح نرمز لهم بالرمز. اذا راح اسمي ار احكي اكس واي زد جاما بيتا الفا حتى اطلع من بي ل اي مساويه لار زد الفا مضروبه في ار واي بيتا وار اكس جاما بهذا الترتيب. واحنا عم نشتغل على كولوم فيكتورز، فالكولوم فيكتور بعمل اوبريشن على الكولوم فيكتور من هاي الروتيشن بعدين هاي الروتيشن بعدين هاي الروتيشن. اذا هدول بدنا نعملهم اكسبانشن راح يصيروا عندي هون روتيشن حوالين الزد، فالروتيشن حوالين الزد راح تكون 0 0 1. هلا الكوساين والساين عشان نختصر بس عشان تاخذش مساحه كبيره، راح ارمز للكوساين بالسي، راح نرمز للساين بس بس عشان نختصر مساحه بس مش. فهدول راح يصير عندي هلا الزاوية هون تبعت زد هي الفا، فراح تكون عندي هون كوساين الفا ماينس ساين الفا ساين الفا كوساين الفا. ناخذ الثانية والثالثة. هون عندي روتيشن حوالين واي، روتيشن حوالين واي راح تكون 0 1 0 0 0 من هون. وعندي هاي كوساين هلا هاي كوساين بيتا. هون لاحظوا عندنا لما اشتقيناها اذا متذكرين كانت هون عندي ساين بوزيتيف ماينس ساين بيتا كوساين بيتا. وبعدين الروتيشن هون حوالين اكس، فاكس ما بتتغير بصير عندي هون، بصير عندي هون كوساين جاما كوساين جاما ماينس ساين جاما ساين بيتا. هلا رح نعمله، رح نضرب هدول كلهم ببعض، رح اطلع الروتيشن ماتريكس الاخيره وراح نشوف كيف ممكن انا اذا عندي الروتيشن ماتريكس الاخيره كيف ممكن اطلع الفا وبيتا بيتا وجاما. لاحظوا الفا وبيتا وجاما هم نفس الزوايا، ما اختلفوا تحت هذا الكونفنشن او هذا الكونفنشن، اللي اختلف ترتيبهم بس، اختلف ترتيبهم. اذا قدرت من الماتريكس اطلع الفا وبيتا وجاما من الفيكس روتيشن بقدر اعرف الفا وبيتا وجاما تبعون الاويلر، بس بعرف انه ترتيبهم معكوس او مختلف. إذا عندي هون هلا بدي أضربهم، هل بصير أضرب هاي لازم أضرب هاي بهاي بالأول وبعدين أضربهم بهاي، ولا أضرب هاي بهاي بالأول وبعدين أضربهم بهاي؟ لا، شو سمينا هاي؟ أسوسيتد. إذا هاي العملية أسوسيتد لكنها مش كوميوتيتد. إذا هذه أسوسيت مش كوميونتي، خلينا نشوف كيف بنحاول نحافظ أكبر قدر ممكن على المساحة، ما نضيع المساحة، نحط هذه إيكول هون. نضرب هلا هاي في هاي بالأول، لو ضربت هلا هاي القطعة في هاي القطعة بعطيني هذا في هذا زيرو وهذا في هذا زيرو، ما بضلش عندي غير سي ألفا سي بيتا. بعدين رح ناخذ هذا ونضربه في هذا نفس الشيء زيرو في هذا. زيرو في هذا بضل عندي بس. وبعدين راح اضرب هذا في هذا، راح عندي هون هذا زيرو هون، هذا زيرو هون، بضل عندي بس كوساين الفا ساين بيتا.
هاي رح تضلها زي ما هي، خلينا نحطها من هلا. نكمل. بناخذ الان السطر الثاني نضربه هون، هاي بتنضرب بزيرو هاي بزيرو، فبضل عندي بس ساين الفا كوساين بيتا. بعدين بناخذ السطر الثاني نضربه هون، بصير عندي بس كوساين الفا. بعدين بناخذ السطر الثاني نضربه الثالث، بصير عندي هذول زيرو هذول زيرو، بضل عندي ساين الفا ساين بيتا. ناخذ الثالث السطر الثالث ضربناه هون، واحد ماينس ساين بيتا، واحد هاي واحد هاي، فبصير ماينس ساين بيتا. بعدين عندي هاي في هاي زيرو، زيرو. واخر شيء هاي ساين بيتا. هلا بدنا نضرب الضرب الاخير، بدنا هاي نكفرها شوي لتصير عريضه من هون. طيب ناخذ اول وحده، عندي هذا راح اضربه هون، مش راح يضل عندي غير كوساين الفا كوساين بيتا. ناخذ السطر الثاني الان اللي هو عندي هذا راح اضربه الان هون، هذا بيطلع معي تو تيرمز. الاول هذا هذا هون عندي بروح، فصفى عندي هدول التو تيرمز مضروبين بهدول التو تيرمز. خلينا احط اول شيء التيرم اللي بيطلع بوزيتيف اللي هو كوساين الفا ساين بيتا ساين جاما. كوساين الفا ساين بيتا ساين جاما ماينس، في عندي تيرم نيجاتيف اللي هو ساين لما ضربت هدول هون اللي هو هذا في هذا مش هيك؟ اللي هو ساين الفا كوساين بيتا ساين الفا كوساين بيتا. ناخذ اللي بعده التيرم هذا راح اضربه هون، الاول بيطلع زيرو عندي، بيطلع هلا تيرم هذا في هذا اللي هو ساين الفا ماينس في ماينس بتصير بلس، بصير عندي ساين الفا ساين جاما زائد. وبعدين عندي التيرم هذا اللي هو بيطلع كوساين الف كوساين ساين كوساين. ناخذ هلا التيرم اللي بعده هون، عندي هذا مضروب هون راح يعطيني نفس هذا اللي هو ساين الفا كوساين بيتا. ناخذ التيرم اللي بعده راح اضربه هون، يطلع معي هذا التيرم والتيرم الثلاثي اللي موجود هون، هذا التيرم كوساين الفا كوساين جاما. وبعدين عندي في تيرم في ثلاثه راح يكون اللي هو ساين ساين ساين. ناخذ اخر ترم هذا مضروب هون، هاي راح تصير زيرو. ناخذ الترم البوزيتيف بالاول اللي هو ساين ساين كوساين، مضبوط. ماينس بيطلع معي ماينس مش هيك؟ لا بيطلع هذا كوساين هذا في هذا فهذا في هذا ماينس مضبوط كوساين الفا ساين جاما. واخر شيء عندي باخذ هذا الترم بضربه هون بروح هذول بضل عندي ماينس ساين بيتا. بعدين عندي هذا مضروب هون زيرو زيرو بضل عندي بس كوساين بيتا ساين جاما. واخر ترم لما بضرب هذا هون عندي زيرو زيرو بضل عندي بس كوساين بيتا كوساين جاما. هلا هاي بقدر اسميها هاي R11 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33. مين دائما نبدا النوتيشن بالاول؟ ككونفنشن نبدا رو، بعدين
كولوم. عشان اذا نسيتها ايش بتقدر تتذكر؟ ار سي رو كولوم. بس هذا حتى تتذكر انه الكونفنشن دائما انه اللي اول كولوم بعدين عندنا رو بعدين عندنا كولوم رو كولوم. طيب لو اجيت اعطيتك هلا هاي الماتريكس وفيها ارقام وايش سالتك السؤال؟ يعني هون كان في ارقام 0.3 0.5 0.2 ايش جد تمام جد الزوايا الفا وبيتا وجاما شوف تقترح علي ايش ممكن نعمل؟ معادلات نعم معادلات ماشي يلا فرجين شوف تطلع ايش اسهل شيء لاحظين هدول فيهم تيرمز كثير معقدين اهملهم اروح على بيت ركز على هذا بيت هذا اول واحد هون ثابت طلعت ايش بقدر اعمل؟ طلع بيت طلع بيت ايش بعمل؟ عندي هون ساين هلا بدك تنتبه على شغله انه في عندنا زاويتين ممكنتين فالاحسن اللي استخدم شيء اسمه ارك تان 2 اللي هي بطلع الزاويه مش من تانها من الكوساين والساين تبعها كاني عم بطلعها من التان بس بطلع على الاشاره تبعت الساين والاشاره تبعت الكوساين متذكرين ليش؟ غير عن المثلث اخذتوها هاي شيء زي هيك؟ تمام احنا هون بنقول كلهم هون بوزيتيف مين اللي بوزيتيف هون؟ ساين هون اذا اخذت انا قيمه موجبه او سالبه لكوساين او ساين ما بقدر منه مباشره اعرف الزاويه في حلين ممكنين مظبوط؟ حتى اضمن اني بطلع بالحل الصحيح بدي اخذ استعمل الفانكشن اي تان 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا هاي تعطيني ثيتا اوكي ماشي الكل فاهم هاي عمالي بقول انا بدي اطلع ثيتا من ايش؟ من تانها بس التان هذا كم ارجيومنت له؟ تو ارجيومنتس لانه لو قسمت ساين على كوساين ممكن اخسر الاشاره اشاره الساين واشاره الكوساين طيب خلينا هلا نشوف هلا بننفذه بتشوفه بصير بشكل اوضح من هون فبدي بس مساحه رح اخلي هذه موجوده من هون وراح امحي هذا اللي موجود هون هذا ما بنحتاجه لانه هي وصلنا للماتريكس النهائي هلا رح نركز عليهم هم مجموعه هذول مجموعه رح نركز على هذا رح نركز على هذا رح نركز على هذا وهذا وهذا خلينا نشوف هلا كيف بدي اقدر اطلع كيف بقدر اطلع ساين بيتا موجود عندي جاهز هون مش هيك؟ فبنقول انه ار 3 1 بيساوي ماينس ساين بيتا اذا ساين بيتا بيساوي ماينس ار 3 1 طيب كوساين بيتا وين ممكن اجيبه؟ طلع هون هذه هون كوساين بيتا وهي كوساين بيتا هاي مضروبه في كوساين الفا وهي في ساين الفا شو بقدر اعمل حتى اتخلص من الفا؟ اذا قسمتهم بروح كوساين بيتا بضل عندي تان الفا بس انا بدي كوساين بيتا ايش ممكن اعمل بهذول الاثنين؟ ايش كيف ممكن اتخلص؟ تربيع احسنت تمام اذا بربع هاي وبربع هاي وبجمعهم ايش بيطلع عندي عامل مشترك؟ فاذا اخذت الان ار 1 1 تربيع زائد ار 2 1 تربيع شو بيساوي هذا؟ بيساوي كوساين سكوير الفا كوساين سكوير بيتا زائد ساين سكوير الفا كوساين سكوير بيتا حط هذا تحت الجذر وهذا تحت الجذر ايش بيطلع عندي هون برا مشترك؟ كوساين تربيع بيتا كوساين بيتا بيطلع برا وبضل جوا عندي كوساين سكوير الفا زائد ساين سكوير الفا ويساوي كوساين بيتا فصار عندي كوساين بيتا ايش بيساوي؟ كوساين بيتا بيساوي هذا الجزء من هون. طيب اذا بيتا شو بتساوي؟ اي تان 2 ايش الارجيومنتس؟ بدي ساينها، ساينها شو بيساوي؟ ماينس ار 3 1 وكوساينها شو بيساوي؟ جذر التربيعي ل ار 1 1 تربيع زائد ار 2 1 تربيع. هاي اول نتيجه هي طلعنا طلع على بيتا اوكي ماشي كل فاهم هاي نعم مره ثانيه طيب اول شيء نسال السؤال ليش احنا استعملنا الاي تان انا مش كان بامكاني هون اعمل هاي مباشره خلينا احط قيمه معينه لكوساين بيتا على فكره اوكي ايش رايكم نحط قيمه معينه لساين بيتا افرض هاي الزاويه هاي طلعت معي ماينس 0.5 اوكي نفترض هاي محلها لما جيت طلعت على الماتريكس لقيت محلها ماينس 0.5 اوكي معناها من هون ايش يعني يعني انه ساين بيتا بيساوي 0.5
إذن بيتا شو بتساوي؟ point five. إيش الزاوية اللي ساينها point point five؟ 30. بس؟ 150. كمان في زاوية ثانية. هاي مشكلة. بس هاي هي مشكلة. عشان هيك مو لازم تفهم ليش رحنا على إيتا. فالزاوية هاي اللي ساينها 30 وينها؟ هاي. طب بركي كانت هاي. مش هاي كمان زاوية صحيحة 150 درجة؟ ورح تأثر بالروتيشنز. لما بعمل روتيشنز عملت 30 أو عملت 150 بيطلع معي شيء مختلف. إذن هذا غير حل غير كافي انك تيجي تطلع هون تقول هاي الساين مبين عندي اخذته. ماشي؟ افرض هلا الكوساين، هلا الكوساين ال 150 شو بيطلع؟ وكوساين ال 30 قديش كوساين ال 30؟ كوساين ال 30 بيساوي 0.866، بس كوساين ال 150 قديش؟ اوكي؟ فهلا بمعرفتي بالكوساين والساين صرت اعرف اطلع الزاويه يونيكلي، بقدر اقول هاي هي الزاويه، مش هيك؟ فإذا كان عندي إذا طلعت من هون طلع معي الساين 0.5 والكوساين 0.866 معناه بعرف إنها الزاوية 30، وإذا طلع معي من هاي الحسابات اللي هون بالآرك تان لما إجيت عوضت هون طلع الساين 0.5 والكوساين ماينس 0.866 بيطلع معنا شيء ثاني من هناك مختلف، مضبوط؟ طيب شو ضل هلا بدنا نطلع؟ بدنا نطلع الفا وبيتا وجاما، مش هيك؟ بيتا الفا وجاما، كيف ممكن اعمل الان؟ هاي راح اتركها هون زي ما هي، خلينا نطلع الثانية. كيف بيطلع جذر التربيع يطلع بوزيتيف مضبوط؟ مضبوط شوي، مش هيك قصدك؟ هاي ما فهمت. طيب ما فهمتها. أنا مش عندي إذا عندي زاوية بقدر أطلعها من التان تبعها مضبوط؟ شو بدنا نعمل إحنا عادة بدكم تعملوا بالتان؟ تقسم الساين على الكوساين، مش هيك؟ مظبوط؟ تطلع معك الزاوية. بس إذا بقسم الساين على الكوساين، لما باجي بطلع من هون بخسر الإشارة، ما بعرفش الزاوية بالضبط وين موجودة، وين الحل تبع الزاوية الصحيح. فهمت علي كيف؟ في إشارة هي هون مثلا، خذ هي المثال اللي حطيناه هناك. إذا عندي ساين بيتا بيساوي 0.5 وكوساين بيتا بيساوي 0.866، بعرف الزاوية أي زاوية منهم. في زاوية محددة هون مضبوط، بس إذا كانت الإشارة هون نيجاتيف راح يطلع معي شيء مختلف، مضبوط زاوية مختلفة. هذا الفانكشن A tan 2 بياخذ الساين والكوساين بعين الاعتبار، فباخذ الإشارة تبعته ما بضيع الإشارة. فهمت أحسن هيك شوي؟ أي علاقة هاي؟ كيف طلعنا هاي العلاقة وهدول وR1 وR2؟ طيب ماشي، خليني بس أوقف الكاميرا عشان لأنه راح نعيدها وهذا في المشكلة.